هكذا تصدرت خرائط الشمال السوري وسائل الإعلام التركية في إطار أخبار وتغطيات ترجح البدء بعملية عسكرية، لا سيما أن الخلية الإرهابية المنفذة لتفجير إسطنبول تبين أنها تابعة لميليشيا واي بي جي وتنظيم بي كي كي، وجاءت إلى تركيا في إطار عمل إرهابي منظم من داخل المناطق المحتلة في عين العرب كوباني ومنبج شمال سوريا. الجديد في العملية التركية المحتملة بيان القنصلية الأمريكية في أربيل شمال العراق، والذي بدا وفق قراءة البعض ضوءا أخضر أو عملية عسكرية مكتملة بانتظار التنفيذ، خصوصا أن بيان التحذير قال بالحرف إن القنصلية الأمريكية تلقت تقارير موثوقة المصدر عن عمل عسكري تركي محتمل شمال سوريا وشمال العراق في الأيام المقبلة. والأهم في صياغة البيان السابقة توصية الحكومة الأمريكية مواطنيها بشدة تجنب تلك المناطق. بيان القنصلية باعتبارها امتداداً للخارجية الأمريكية جاء بعد أيام على خبر مقتضب تحدث عن اتصال بين رئيس أركان الجيش التركي شار جولر ومارك ميلي رئيس هيئة أركان القوات الأمريكية ناقش الهجوم الإرهابي في إسطنبول، قبل أن تصدر هيئة الأركان الأمريكية بياناً تؤكد فيه قوة العلاقات العسكرية مع تركيا. وزير الداخلية التركي سليمان سويلو قال في الساعات الماضية إن هجومي إسطنبول الأخير ومرسين قبل شهرين جاءا وخطط لهما في منبج ومناطق سيطرة الميليشيات الإرهابية واي بي جي وبي كي كي شمال سوريا، وإنه بحلول تشرين الأول 2023 لن يبقى إرهابي واحد. في حين ورغم ترجيحات الحملة العسكرية ما زالت تساؤلات الإعلام التركي حول طبيعة العملية إن كانت جوية لأهداف نوعية أو برية تشمل معاقل واي بي جي أي ميليشيا قست في عين العرب كوباني ومنبج وتل رفعت وعين عيسى شمال الرقة.